نبداو بالاولى. شوفوا الدواء شحال داير، الدواء شحال داير في المغرب وشحال الدواء داير في فرنسا. الفرق ديال مليون واحد الدواء سرطان، السرطان اللي رسميه تقرير كيقول لك 50,000 حاله سنويا، 50,000 اصابه بالسرطان، 50,000. شوفوا ولاد الشعب المغاربه مساكن، حنا السميك عندنا شي 1500 ولا 2000 درهم ولا شحال، داك السميك ديالهم كاع ما كنبغي نعقل عليه انا بعدا، ولا نقولوا شي 2000 درهم ما كيهمناش 2000 درهم. وعدد من المغاربه مساكن شحال هو عندهم سميك؟ 3000 دابا المغرب. اه 3000 حنا السميك ديالنا شحال كاع، ونقولوا ما نحشمش نقولوا جدريان ما كيهمنا، بالنسبه لي هذاك 10 دريال داك السميك. وكاين عدد من المغاربه ما عندهمش السميك، المغاربه ما عندهم حتى دخل وما عندوش الدواء ماشي فابور. شوفوا اخوتي المغاربه فرنسا 1,040,000 سميك، 12,000 درهم تقريبا، وعندهم التغطيه الصحيه، عنده السميك. لاحظوا هذه المعلومه المهمه، عنده السميك 1,040,000 وعنده التغطيه الصحيه، وهذاك الدواء مجاني. اللي ما عندوش اللي مقرد كياخذوا فابور واللي شراه كيخلص غير شي 5% ولا 6%، والدوله كتخلص له واخا عنده السميك. شوفوا عندهم السميك، لاحظوا هذه المعلومه، عنده السميك 1,040,000 وعنده كلش، والدوله كتعاونوا. اما الا كان مقرد، شوفوا حنايا في واحد الدواء فرق بيننا وبين فرنسا ناقص 1,025,000، غالي حنا 1,025,000. لامبيفيكا 140 واحد الدواء كيتعطى في لو كان تاع لو كونسير ديال ما يسمى لانفوم اسيلي المونطو ديال لي غونغليون. ما عليناش جانب طبي ما نهضروش فيه، نهضروا في الفلوس. الثمن ديالو في المغرب كيدير 67,387 درهم. نفس الدواء فرنسا بالسميك ديال فرنسا بالتغطيه الصحيه ديال فرنسا بالامكانيات ديال فرنسا كيدير 56,150 درهم. ناقص مليون، ناقصه 1,020,000 ريال و 25,000 ريال، ناقصه مليون. دابا علاش المغربيين زايد مليون؟ وهذه هي اللي خاص الناس يهضروا فيها، هما المواضيع، هذا هو الموضوع اللي خاص البرلمان. ماشي البوليميك والتقشاب شباك، جيت ندافع على ولد عمي، جيت ندافع على كنقلب على الكلب ديالي تلف لي الكلب، مبرلم والصحافه ثاني برلمانيه تلف لها كلبها، وواحد عاود ثاني. شوف المغاربه 50,000 اصابه في السرطان سنويا، انا تبيع الفرنساوي نقص عليا بمليون، والفرنساوي عنده 1,040,000، وتجي انا تقول لي المغرب والحمد لله وما خصنا حتى خير وهذا، والناس جالسه كتقدد وكتعذب باش تشري هاد الدواء. زيد غير هادي نحطوا البيضه في الطاس، حبس، علاش الدواء غالي؟ كاين شي برلماني يركب على هذا النقاش؟ كاين شي سياسي؟ باش تعرفوا الجبن الجماعي، هذا هو الجبن الجماعي، هذا هو اللي غنسالوا عليه امام الله غدا. هادشي حقاش كاين ناس مساكن ما عندهمش مرض بالسرطان كيموتوا في صمت، شكون انت اللي تبيع لي الدواء بفرق على فرنسا؟ باش حنا حكومه، باش حنا بشر، كيفاش تبيع الدواء في المغرب اغلى من فرنسا بمليون و25؟ كيفاش؟ القيمه شنو سايبه هذه؟ شنو حنا بقرع الليل؟ مليون مليون تزيدوا على المغربي، ها؟ شوفوا الدواء الاخر شحال زايد؟ حاجه كاع كثار من هكاك. افاستان كيتعطى لاسكليروزون بلاك في المغرب كيدير 1,008,000، المهم 10,465 درهم. مليون وشي حاجه. مليون و 8,000 وشي حاجه. واخا اها. فرنسا كيدير 6,545 درهم. ناقصه 5,000 درهم. ناقصه 5,105 درهم. ناقصه نص مليون. نفس الدواء في بلجيكا كيدير 5,165 درهم. يعني الفرق بين بلجيكا والمغرب 5,299 درهم. علاش اخوتي المغاربه علاش؟ علاش؟ علاش تبيع للمغربي ناقص خمسه، هذاك ناقص مليون هذا ناقص 100,000، علاش مساكن المغاربه علاش؟ عرفتوا دابا علاش التنميه البشريه كانت كلاصه 100 وكذا و 30 ولا شحال هي؟ دابا كيفاش تبيع ناقص 5,000 درهم؟ سمعوا واحد جوج قنيبلات اخرين اخوتي، سمعوا هذه، شوفوا الديوانه، سمعوا الديوانه، سمعوا الفلوس كيفاش، شوفوا التهرب ضريبي، شوفوا التحايل، شوفوا التدليس، شوفوا التزوير، شوفوا تقديم بيانات كاذبه، شوفوا كاع القانون الجنائي، سمعوا بالعلالي، سمع سمع. من هو كاع كاين واحد الدواء كتجيب واحد لابوراتوار ديال الهند، رانكلاست، كيتباع في المغرب ب 1,320 درهم. كيديكلاريو في الديوانه ب 399 درهم. دابا هذه المقارنه راه كنديرها مع فرنسا وبلجيكا.
راه لي جيت ندير هذيك مع الهند والبرازيل والدول الاخرى غنوليو في هضره اخرى. واخا هذا الدواء كيدير 1320 درهم، ملي كيتم دخلوا في الديوان تيقول صحاب تيقدموا فواتير كيقولوا لا الدواء كيدير 320 باش يخلص غير 1000 فرانك، كيخلص 10 درهم. سمعوا خوتي سمعوا الاخرى، الادويه اللي كنستوردوا مجموعه ديال لي لابوراتوار كيستوردوا الدواء. مثلا هذاك افاستان اللي هضرنا عليه باش نبقاو فيه باش تبان الصوره للمغاربه، كتستوردوا الشركه ديال روش. شركه روش هي كتستورد ديال من هذه الشركه، شركه سويسريه هي اللي كتستوردوا، كتبيعوا للمغاربه كما قلت ب 10465 درهم. واخا مزيان فرنسا قلنا كيدير 6545 درهم. مزيان المشكل اللي كاين دابا انا كنبيعوا للمغربي بهذا الثمن، اذا بما انه دواء مستورد خصني نديوانيه. باش نديوانيه خصني نديكلاري الثمن ديالو. شحال كديكلاري روش؟ كديكلاري ب 5031 درهم. 5000 درهم و30 درهم باش كديكلاري في الديوانه. باش كتخلص الديوانه قليل وهنا ملي كتدخلوا شحال كتبيعوا؟ كتبيعوا ب 10425 درهم. 5000 درهم كتخفيها. اذا شحال كيخفيو؟ 5000 درهم في الدواء كيخزنوه على الديوانه. دابا نطرح السؤال الاول، دابا هاد الناس ديال الديوانه، الجمارك، مديريه الضرائب، النيابه العامه، القجع، المزارز المالي كله، دابا امام هاد التصريحات اللي دابا بيد القاسي والداني، عايشوا يشدوا اسماء هذا الدواء، عيطوا الغالي، وهذا الدواء عايشوا الفواتير، عايشوا شحال داير في السوق، وشحال ديكلارا برا، هذه صعيبه المغاربه. دابا هذه واش هي صعيبه؟ عاودوا لي اخوتي المغاربه واش هذه صعيبه؟ انتوا نعاود لكم باش بسيطه، ها هو التصريح، ها هو، غناخذوا الدواء اللي قال هذا السيد، غنشوفوا الدواء كيفاش دخل، غنشوفوا الفواتير، كل شيء عندنا بشحال الفواتير، بشحال ديكلاراو، وغنتبعوا في السوق شحال كيدير، وغنشوفوا بشحال شاريين من برا. هذه صعيبه اخوتي المغاربه. ملي كنبحثوا وكنبغيو نجبدوا شي حاجه. جوج، شحال مره قلت لكم المغاربه على فوزي القجع، هذاك الجمع بين المهام بزاف راه صعيب. دابا فوزي القجع اللي ربح شي كاس عنقو، اللي طلع الشوط الثاني عنقو، اللي طلع الدوزيام الجوج كذا عنقو، وفين هي فين هي المراقبه ديالك السي القجع وزير الميزانيه؟ فين هو الضرائب؟ فين هي الجمارك؟ دابا هاد الفواتير واش القجع مسؤول ولا ما مسؤولش دابا؟ بقات اش غنديرو حنا بتاعنا الكره، الكره وفلوس ديال الشعب المغربي؟ دابا هادو الناس اللي ما كيخلصوش هاد الفلوس شحال كيفوتوا على خزينه المملكه المغربيه؟ واش هذيك فلوس نشريو بها لاسامير ولا اللي كيقول لك الاخر عطيونا الحلول؟ هاكا السي بيتاس، ها الجمارك عندك، ها الجمارك عندك، ها النيابه العامه، ها القجع مقابل الكره. شفتوا الازمه فين كاين الخلل؟ علاش؟ لان بنادم اللي مقابل الكره ما يقابلش الحدود، ما يقابلش الجمارك والدواء. بنادم عنده واش غيمشي يقابل مرته وولاده وغيمشي الماتشات يحضر في الملاعب ويدير اجتماعات ديال الكره ويمشي يحضر في الحزب ويمشي يحضر للجمارك والميزانيه ويمشي يحضر للجامعه الملكيه؟ حيت شنو عنده؟ حيت ما يقدرش يدير هادشي كامل. ها هي دابا الجمارك والحدود كيعطيهم المعطيات اللي بغا. ها انتم المغاربه الفلوس، ها السي بيتاس، ها واش هذا غالي عا في قطاع الصحه. شوفوا الفساد اللي كاين في الفوسفات، الفساد اللي كاين في وزاره التعليم، الفساد اللي كاين على اكثر من صعيد.